أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصلي الوتر قبل النوم أو الأفضل أن يصليه في جوف الليل؟ هذا حسب حاله. إن كان يثق من نفسه القيام في آخر الليل فالأفضل يأجل الوتر إلى آخر الليل، أما إذا كان ما يثق من قيامه فإنه يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. فلو قدر أنه قام آخر الليل يصلي ما تيسر، يكتفي بالوتر الأول، ما يكرر الوتر. نعم، ما يقول أنا وترت أول الليل ولا لصلاتنا، صلي آخر الليل ويكفيه الوتر الأول والحمد لله. نعم.